مظبوط. المدير الفني بقى يعني في البطولة دي ده الكابتن محمد يوسف. قول له الو بقى. الو. الو يا سعد. كابتن يوسف. يا سعد. طيب يا بطل. ازاي حضرتك كابتن؟ انا بمسي عليك طبعا على كابتني بقى كابتن هاني حبيبي يا يوسف وسماح والواحد والله سماح والله العظيم انا زعلانه منك. سماح المره دي. سماح المره دي. لا وبعدين يقول لي سماح المره دي. لا سماح المره دي. انا بصي انا صحوني من النوم محمود صحاني والله يعني عشان خاطر سعد طبعا فصحي من النوم بقى عشان تكلم سعد. اعتبريه بيحلم بقى. لا ده هو يعني صديقي جدا يعني بيقعد يقول لي بقى كلام يعني تحت الهواء. كابتن محمد يوسف. كابتن محمد يوسف مشرفنا يا كابتن. كابتن محمد بنتكلم على بطوله مهمه جدا وذكريات ليك ذكريات فيها اكيد انت كمان كمدير فني مريت بيها. سعد بيتكلم على بطوله افريقيا طبعا 2013 وكانت قد ايه بطوله صعبه وقد ايه ليها ذكريات. ذكريات بقى المدير الفني ده ذكريات سعد كان جوه الملعب ذكرياتك انت كمان كابتن محمد مع اللعيبه ومع الاجواء اللي كانت موجوده في 2013. والله بص يا كابتن هاني انا قبل ما اتكلم على ذكريات البطوله انا عايز اقول لك ان معاك النهارده والله لاعب فعلا فعلا من ارجل اللعيبه اللي جت في يعني في تاريخ النادي الاهلي. حقيقة. انا اتعاملت مع لعيبه كتيره. سعد سمير من الناس اللي فعلا رجاله من الناس اللي اي مدرب يعتمد عليهم غير ان هو راجل وغير ان هو اداؤه طبعا قوي جدا في دفاع النادي الاهلي والمنتخب كمان الى ان هو بيلعب دور كمان ايجابي جدا في لم اللعيبه في يعني عايز اقول لك تجميع اللعيبه بيتكلم بشكل ايجابي جدا في جميع الاحوال او جميع المواقف اللي بيمر بيها النادي ونوعيه اللعيبه دي انت عارف طبعا انت لعبت في النادي وعارف كويس قوي ان في النادي والمنتخب بيبقى مطلوب اللعيبه اللي بتجمع لك وتلم لك الفرقه وبتحافظ على اوضه اللبس. اهم حاجه طبعا في فرق البطوله هي اوضه اللبس وسعد من اللعيبه اللي فعلا يعني تبقى مطمن ان انت عندك يعني التزام وانضباط في اوضه اللبس اذا كان هو اذا كان وليد سليمان حاليا موجودين الشناوي الواحد بيطمن على النادي والفريق لما بيكون النوعيات دي موجوده الشخصيه دي موجوده طبعا طبعا وطبعا ده ناهيك بقى عن اداؤه الفني يعني ان شاء الله يرجع لنا بالسلامه كده ويخف لانه قوه كبيره جدا في دفاع النادي الاهلي والنادي الاهلي انا اعتقد انه محتاجه جدا 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 خصوصا في الادوار القادمه في بطوله افريقيا لان الخبرات بتفرق والوقفات بتفرق وانت طبعا يعني متجمعين انا وانت وهو احنا الثلاثه لعبنا سرد باكات الوقفه مهمه جدا خصوصا في المباريات الكبيره المباريات الحساسه قد ايه انت عارف طبعا الوقفه والخبره والحته القوه في يبقى دفاعك قوي تبقى انت مطمن كفريق وكحراسه مرمى وكوسط ملعبي ده صحيح ويمكن برضه بقول لسعد رغم غيابه فتره مش قصيره لكن وارد جدا ولازم يحضر نفسه للنقطه دي انه ممكن جدا باذن الله يلعب مباراه نهائي بطوله افريقيا ان شاء الله عنده دي يعني فانا بحس برضه بالظبط بس فعلا سعد من اللعيبه ودي حصلت معايا يعني حصلت معايا وانا ماسك وحصلت معايا لما رجع من الاصابه اللي فاتت برضو يعني تم الاعتماد عليه بشكل سريع هو طول ما هو سليم يعني اقول لك المدير الفني على طول بيعتمد عليه حتى سواء انا يعني سواء مصري او اجنبي لانه عنده الميزه دي بيجهز كويس قوي ولما بيجهز نفسه بيبقى بيرجع بقوه في لعيبه بترجع بتبقى لسه محتاجه وقت وحساسيه ماتشات وكده فما شاء الله ربنا يحميه يعني بس ويرجع من الاصابه ويرجع قوي وهو شغال يعني اللي انا عارفه طبعا متابعه ان هو شغال وشغال بعدد فترات كمان في اليوم الواحد بيشتغل اكتر من فتره عشان يلحق يرجع وزي ما انت قلت مهم جدا ان هو يبقى متواجد الفتره الجايه في الادوار النهائيه ان شاء الله وكمان
لا كنت كمان هقول لك الدور ده دور الفني كمان، الدور اللي بيقوم بيه سعد، وده مهم جدا حتى لتحضير البطوله. انت كابتن محمد انت مدرب كبير وعارف ان مكسب البطوله بس مش تحضير في الملعب، ده الاهم كمان التحضير في اوضه اللبس زي ما انت قلت، التحضير المعنوي اللي سعد بيقوم بدور كبير جدا في الجزئيه ديت، يكملها ان شاء الله باشتراكه في المباريات على المستوى الرسمي والفني. طبعا طبعا ده لا شك فيه، يعني ان يعني احنا ان شاء الله بندعي له ومستنيينه يرجع ويلم الفرقه، والفرقه الحمد لله ملمومه، لكن برضه لما بتضيف لها عنصر دفاعها زي سعد سمير ويبقى موجود جوه الفرقه دي بتبقى قوه بصراحه مهمه، وجوده مهمه جدا جدا جدا. وطبعا سعد يعني لو خدناه بقى 2012 و2013، سعد اول ما دخل يعني من العناصر لما دخلت النادي، دخلت طبعا على نجوم كبار كان موجود في الدفاع، في سعد سمير، في وائل جمعه، في نجيب، في احمد السيد، يعني في عناصر، الى ان هو قدر يفرد نفسه حتى من ايام منتخب 19 لما كان موجود معاكم في كاس العالم، وقدر ان هو يحط رجله بشكل قوي يعني. ف يعني بصراحه شارك في بطولات، وعنده حظ، عنده عدد كبير من البطولات، سواء بطولات قاريه، بطوله 2012 و2013 وسوبر 2013 و2014. ف خبرات كبيره، خبرات كبيره طبعا. غير كاس العالم، غير منتخب مصر، ده حقيقي، وبطولات امم افريقيا. وبعدين دايما انا برضو بقول حاجه، ومش عشان هو معانا، لكن انا بقول ان هو دايما من العناصر اللي فعلا محترف، يعني سعد تحطه يلعب، تجيبه من الاصابات او من فترات بعيده وتبدا بيه يلعب. مثلا لو قعد ولعب، انا مره لعبته باك رايت، والله كان عندي نقص عددي، انا فاكر هو فاكر كويس قوي وعارف يعملها ولا ايه؟ ما هو والله العظيم عملها كويس عملها بشكل، بقول لك عملت جون كمان، وعمل جون، صنع جون، كان في اصابات وهو كابتن يوسف، وصلنا اسكندريه كنا نلعب سموحه فمفيش الا انا وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد نجيب موجودين ومفيش باكات رايت، فهو قال لي انا عايز العبك باك رايت الماتش ده عشان في ناس. قلت له طب ليه؟ انا يا كابتن انا نفسي العب في المكان، ما تلعب الكابتن وائل جمعه باك رايت. قال لي لا، قال لي انت لا تلعب باك رايت وتكترش كتير، يلا اتكل على الله. بس ولعبت واجدت، لعبت سموحه كسبنا، وبعدين لعبت امبي باك رايت برضه وجبت جون وكسبنا 1-0 ما شاء الله. كويس كمان، اكتشاف اكتشاف جديد سعد عليه كابتن محمد. ماتش امبي ده رحت بنها امتحنت اللعيبه الرجاله، استاذنت الكابتن يوسف، امتحنت في بنها، كان عندي امتحان يوم الماتش ورجعت الفندق ولعبت الماتش وكسبنا 1-0 ان شاء الله. طب كويس ما شاء الله، عن اكتشاف جديد اهو سعد باك يمين. لا ده زمان، هو كابتن يوسف بدات معاه كاس عالم الانديه اول ماتش كنا بنلعب جوانزو الصين. اتفضل يا محمد. انا بقول لك يعني هو سعد من اللعيبه، عارف يا هاني انت في عندك بيبقى لعيبه كده، يعني حتى لما يحصل نقص عندك في وسط الملعب في ديفندر، قصدي سوري، في الحته اللي ورا باك على الطرف الاطراف تقدر تحل بيه، ده غير بقى مكانه طبعا الاصلي ان هو يعني واحد من الاستوبارات اللي انا شويه يعني انا وجهه نظري فعلا مهم جدا لدفاع النادي الاهلي، وخبرات حتى في افريقيا بقى لما تطلع تلعب في افريقيا وكده ما شاء الله حاجه نقطه يعني. قبل النهائي 2012 لعبت باك ليفت وكمان باك شمال طب ده ميزه كبيره جدا. باك شمال قبل النهائي، ما بتخافش النهائي مع القطن الكاميروني لعبت لا قبل النهائي يا كابتن كان مع سانشاين في 2012. لا 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 2012 2012 صح 2012 لعب باك ليفت، لعبت باك ليفت كابتن حسام قال لي انزل العب باك ليفت، قلت له حاضر يا كابتن. ما بتخافش؟ اخاف من ايه يا كابتن؟ لا ما لا خلي بالك، في لعيبه ممكن تقول له لا، في لعيبه ممكن تقول له كابتن انا مش هقدر على الحته ديت، لكن عنده ثقه في نفسه. وبعدين ساعات لما بيكون مش مركزه بيقول لك انا كده هلعب، يعني اصل يا كابتن ادام انت ثقه، المدير الفني وثق فيك لازم واداك ثقه، يعني الكابتن يوسف ادام هو اداك ثقه مثلا، او المدير الفني موجود اداك ثقه وانا محتاجك في الحته دي، خلاص انت خدت المسانده منه خلاص، فانت لازم وفي نفس الوقت لازم تبقى انت قد الثقه دي، فهو ده اهم حاجه يعني. هو انت كابتن ما تاخدهاش بتفكير سلبي خالص انت قصدك ان لما يعول عليه في مركز تاني فحتى لو هيأثر مش يعني مش هيتاخد عليه قوي يعني. لا مش كده، اللي هو كده كده ما بيكونش خايف انه يلعب في الحته دي، لان انا هو المدير الفني مديني ثقه، فانا بحاول بقدر الامكان بطلع كل اللي عندي
اللي طلع عندي 60 70% هيبقى كده كده مقبول للمدير الفني بالظبط يعني. واساله بقى على الماتش القطن الكاميروني اللي اتعاد لعبنا ماتش وقالوا له اساله انت اساله كابتن محمد ماتش القطن يا كابتن يوسف. انا هاجي لك انا هاجي لك هاني في الحته دي، بس انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ان هي بتعتمد على شخصيه اللاعب. ارجع ليك انت، انت اساسا كنت ستوبر مظبوط، كابتن جوهر الله يرحمه استعان بيك ديفندر، ده مكان كان جديد جدا يعني، يمكن اول واحد لعبك ديفندر. ده حقيقي ده حقيقي. ولعبت وعملتها بنجاح. انا كنت بلعب مثلا مساك وباك ليفت يعني. انا قصدي ان هي بترجع لشخصيه اللاعب، لما بتبقى شخصيه اللاعب عنده شخصيه قويه حتى لو ادى المستوى اللي هو مش شرط يبقى 10 من 10 ممكن يؤدي 50 60% بس عنده شخصيه جوه الملعب، عنده شخصيه جوه الملعب بتبقى انت واثق فيه، وحته الثقه دي مهمه جدا. بس الماتش طبعا اللي اتعاد ده اول مره في تاريخ النادي الاهلي يلعب 70 كم 75 دقيقه او 77 دقيقه وبعد كده نعيد المباراه مره ثانيه. سعد بقى طبعا نعيدها ثاني يوم. ده تاني يوم كمان تاني يوم. محمد ده تاني يوم على طول يعني. انت لعبت تقريبا 80 دقيقه لان 75 دقيقه الجو مطر 75 77 والدنيا راحت مديها مطر. الملعب ده بقى مش عايز اقول لك والدكك طارت يعني. يا كابتن يوسف في نقطه بس، في نقطه انت كنت ملخوم مع الحكم كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. احنا كنا خاسرين 1-0 فهو في حساباته 1-0 كويس ونعوض في مصر. فبيقول لي الحكم احنا قادرين نكمل، احنا قادرين نكمل ونقدر نلعب الماتش. وهو جاب مساحات 3 مساحات قال لي خد، اداني مساحه وادى ابو السعود. انا والعيال دول دلوقتي هنمسح لك الملعب ونلعب. قلت له نمسح ملعب مين؟ ملعب غرقان، هنمسح ملعب الملعب محتاج مكان عشان هو مقتنع ان احنا لو مسحنا ملعب احنا الثلاثه هنقدر نلعب. هو عايز يخلص، هو عايز يخلص بقى من الماتش يعني. احنا اللي هنخلص مش ولعبنا تاني يوم وتعادلنا. برضه مواقف الغريبه جدا انك بتلعب 75 دقيقه والملعب غرقان وبعدين الماتش يتلغي وتلعب تاني يوم على طول يعني. مش عايز اقول لك بقى كمان يا هاني مفيش لا ريكفري نعمله. لا ريكفري ايه؟ كويس انك لحقت ترجع الاوتيل. كنا فندق في جروه. مش عايز اقول لك سعد طبعا يكلمك عنه. رجعنا وعملنا ثلج، عملنا لهم جلسات ثلج طبعا. الجهاز الطبي كله والمدلكين كلهم اشتغلوا معاه لعيبه، وبعد كده عمل يدلك زميله تاني ويعمل له ثلج. عملت لهم استرتشات في الفندق الصبح حوالي 45 دقيقه. قعدنا نعمل استرتشات وشغل في جوه الفندق، وبعد كده رحنا على الملعب. بس طبعا يعني مجموعه مش عايز اقول لك ابطال يعني، رجاله طبعا رجاله. رجاله. وسعد بيقول لي حتى الناس اللي كانوا احتياطي هم اللي كانوا بيعملوا المساج للعيبه الاساسيه بعمليه التدليك. كان اللعيبه هي بتعملها لبعض يعني. طبعا طبعا. عايز اقول لك بص يعني الفتره دي كانت فتره كلها مجمعين الجهاز، لاعبين، مسؤولين، اداره، كله مجتمع ان يفرح جمهور النادي الاهلي ويفرح جمهور مصر بالبطوله يعني. فطبعا لا يعني بص لو قعدنا نتكلم طبعا ذكريات جميله، ولكن انا عايز اقول ان فعلا دايما انا بقول لازم نحافظ على لاعبتنا الكبار، لازم نحافظ على القيم الكبيره اللي زي سعد كده واحد منهم. اللعيبه دي لعبت وعندها يعني عدد ساعات وخبرات كبيره جدا، ولازم نحافظ عليها ولازم يعني يبقى ليهم الوضع بتاعهم عشان ينقلوا خبراتهم كمان. انا مش عايز اقول يعني سعد مش كبير لسه، سعد لسه ما شاء الله 89 صح؟ ها 89 لسه يعني لسه قدامه 5 6 7 سنين ربنا يديله الصحه طبعا ويبعد عنه الاصابات. ينقلوا خبراتهم وينقلوا شخصيه النادي الاهلي ومبادئ واسس النادي الاهلي ان شاء الله، وازاي النادي الاهلي بيتعامل. كل الحاجات دي مهمه جدا ان ينقلها اللاعبين للي قبلهم. وهم لما جه سعد وضم كان موجود عناصر كبيره وقدر وقعد وتعلم وعرف وشاف واللي بيلعب يا كابتن محمد في النادي الاهلي دايما عليه ضغوط ان هو لازم يسعد الجمهور، لازم يحقق مكسب، ونادي الاهلي معودنا دايما على المكسب. فده وبالحقيقه هو كمان قربه من الناس وقربه من اللعيبه يعني، وخفه دمه بيقدر يعمل كده يعني. هو سعد بشكل خاص بيقدر يعمل كده. سعد كمان بيعمل حاجه جميله جدا جدا
ودي حاجه مش يعني مش كتير من اللعيبه الكبيره بتعملها. انه دايما يحتضن اللعيبه الصغيرين اللي طالعين من القطاع الناشئين. يحتضنهم. وكان في 2013 كان لسه طالع مين بقى؟ كان لسه طالع تريزيجيه وكريم نيدفيد. هو بقى يحكي لكم. كريم فعلا كان معانا. وكريم كان معانا. كريم كان معانا دلوقتي مداخله وقال نفس الكلام. حتى وهو كان في فتره اعاره. بيلمهم بالظبط. لهم فطار ويفطرهم ويجيبهم بعربيته ويرجعهم بعربيته. كنت انا حتى مسميه ابو الاشبال. عنده احساس بالمسؤوليه. ثم احنا كنا في مدينه نصر في اهل مدينه نصر. وعلى فكره كنت بعدي عليهم الم الناشئين في عربيتي يروحوا التمرين معايا ويرجعوا اللي متصعدين بقى. انت كنت يعني بتروح مدينه نصر بتجيبهم في العربيه وتروح التمرين وترجعهم. وروح التمرين وارجعهم. انا ساكن كنت ساكن في مدينه نصر يعني. فكنت باخدهم معايا. فكابتن يوسف شافني مره معايا سته في العربيه. بس كان بيعمل فيك مقالب برضو يا كابتن ولا لا؟ معايا انا؟ لا ما انا خلي بالك انا في الشغل شويه ببقى صعب جدا. المدير الفني بتاعه صعب جدا. لا انا بقى بص كان بيعمل مش معايا بس انا في منتخب الاولمبي. سعد طبعا بيحب يعني روح المرح ديت. انت عارف برضو الضغوط اللعيبه لازم تاخد الجزء ده. وسعد عنده الحته دي وهو بطبيعته دمه خفيف. فكان هو تقريبا هو اسلام رمضان عمل حاجه هاني. قول يا محمد. عمري ما هنساها له. عمل مره دويتو كده مع عفروتو. ده دويتو حتى موجود على ايوه جاي له. انا عارف. ده بقى ده يعني لا هو سعد دمه خفيف. سعد بره الملعب كنا خدنا الدوري ال 35 احتفاليه الدوري ال 35 وبعدين مع بركات كمان بيعمل دويتو برضه في الدينه. لكن طبعا انا بتكلم بقى على الجانب الاخر يعني اللي هو الماتشات بقى والالتزام والتركيز وكده. احنا بنشكرك جدا يا كابتن محمد. شكرا نورتنا على التليفون كابتن محمد يوسف. اسف جدا. لا ولا يهمك. معلش. لا ولا يهمك. قمت من النوم لما محمود قال لي طبعا سعد سمير معانا والكابتن هاني رمزي وانتي. فطبعا كنت يعني طبعا كنت في قمه السعاده. طبعا اكيد. نورتنا يا محمد. شكرا ليك يا كابتن محمد. كابتن محمد يوسف.